بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل كلامنا عن الكوليكشنز. النهاردة هنتكلم عن الديناميك كوليكشنز. الديناميك كوليكشنز في الأساس هي عبارة عن كوليكشن بتكون مبنية على كويري. فخلينا مثلا نقول احنا عاوزين نعمل ويندوز 7 كوليكشن. الكليات هنحط فيها كل الأجهزة الويندوز 7. فخلينا نتبع على الليمتنج كنترول سيستم. الحل اللي عندي الأساسي اللي أنا كان ممكن أقول له أد رول دايركت رول، وأقوم جاي بالجهاز اللي هو اللي أنا عارفه اللي هو ويندوز 7 وأحطه. المشكلة في الحكاية ديت لو الجهاز ده نزل عليه ويندوز 8 نزل عليه ويندوز 10، لازم أنا أخش بنفسي مانيوال على الأجهزة عشان كوليكشن عشان أشيله من عليها. فده بيعمل هيدك رهيب عليا كادمنستريتور. انا مش كل شويه هتابع الف الجهاز اللي عندي واعرف الجهاز هو ايه اللي اتشال وايه اللي اتحط. جهاز كان موجود في الاتش ار راح مش عارف الاويو بتاعت الماركتنج، فانا لازم اجي هنا في الكوليكشن اغيرها برضو بنفسي. لا انا بدل ما هو اتغير في الاويو هيتغير هنا في الكوليكشن اوتوماتيك. فميزه الكويري بيزد عن الستاتيك حته ايز اوف ادمنستريشن، ما عنديش عندي الهيدك الرهيب بتاع ادمنستريشن. زي ما شايفين انا عندي دايركت رول وعندي كويري وعندي الانكلود والاكسكلود. خلينا نتكلم عن اللي هي الكويري رول اللي هي تعتبر الديناميك بتاعتنا. الكويري رول هتيجي هنا زي ما انت شايف ان احنا بنحط كويري ستيتمنت اللي انت محتاج تكتب WM WQL Windows Query Language. هتسجل هنا وتكتب الكود بتاعك. على الانترنت في مجموعة من الكويريز الجاهزة اللي انت ممكن تجيبها. مثلا ده ويب سايت لذيذ هتلاقي عليه الأجهزة اللي معملتش ريبورت بقالها 30 يوم، الأجهزة المتأبوف، الأجهزة اللي محتاجة ريبورت، مثلا الويندوز 7 ماشينز، الويندوز فيستا، الويندوز اكس بي. أي حاجة هتخطر على بالك هتفكر فيها هتلاقي لها كويري، وهتقدر تجيب الكويري ده وتحطه عندك وتعمل بيه الكوليكشن. ديت اول طريقه احنا هنستخدمها. انت مثلا هتجيب الكويري ده وهتاخده كوبي وهتحط هنا ليست الكويري ستيتمنت وكده، يبقى انت حصلت على الكويري اللي انت عاوزه. لا احنا مش هنشتغل بالطريقه دي، احنا هنشتغل بطريقه ثانيه اسهل. هقول له cancel yes. لو جيت على الديفايسز لاب بي سي بتاعي ده انا عاوز اعمل كويري للاجهزه اللي عليها مثلا ادوب ريدر. اقول له سوفت اكسبلورر هاردوير انستولد ابلكيشنز، هتلاقوا ادوب ريدر موجود تحت الديسبلاي نيم. فانا اللي هعمله ان انا هقول له انا عاوز ديفايس كوليكشن، هسميها كريت ديفايس كوليكشن devices with Adobe Reader limiting collection برضو old system. next add rule query rule edit query statement. في المرة دي بدل ما انا كنت هكتب كود، لا انا هخش على الكرايتيريا اقول له new. انا عاوز installed application attribute اللي انا عاوزه display name هو adobe. اوكي لازم هنا ادي name، هقول query to get adobe. اوكي هنا عندك اوبشن ان انت تستخدم incremental updates. باي ديفولت ديت هتعمل updates. باي ديفولت الكويري ده هيترن او هيابديت نفسه كل 7 ايام. لو انا قلت له use incremental updates هو هيعمل الكلام ده بشكل اسرع، كل مثلا حوالي 5 دقايق 10 دقايق. فانت مش هتحتاج تتعمل
الفول ابديت. قال له نيكست نيكست. انا كده ما حطيتلوش جهاز، انا قلت له بناء على الداتا اللي عندك في الريسورسز اللور او من جاي لك من هاردوير انفنتوري، حط لي في الكوليكشن ديت الاجهزه اللي عليها ادوب ريدر. فلو انا رحت كده ورجعت عشان اعمل ريفريش الكوليكشن عايز اسوس ادوب ريدر، هتلاقي عندي اللاب بي سي. طب انا لو رحت على الدومين كنترولر بتاعي وعملت عليه انستول ادوب ريدر، انا خلاص عملت انستليشن للادوب ريدر على البي سي. فلو جيت هنا على الديفايس كوليكشن ديفايس ادوب ريدر، هو اوتوماتيك بايت عمل اضافه للكوليكشن. لو ما كانش اضافه كنت هاجي على الديفايس كوليكشن وهاجي كليك يمين اقول له ابديت ممبر شيب يس، وكان هيروح هنا سيرش عليه وهيضيفه. ليه ضافه؟ علشان انا ادوب ضاف في خلال 5 دقايق اللي هو كل شويه بيري ايفالويت الكوليكشن خلالهم. طب انا اكدت منهم 5 دقايق ولا عرفت ازاي ولا اقدر احددهم هم عمل ازاي ولا اكتر منين؟ لو دخلت على ادمنستريشن سايتس كونفيجر سايت كومبوننت كوليكشن ممبر شيب ايفالويشن، هتلاقيها 5 دقايق. يبقى اللي هو كل 5 دقايق هيروح يتشيك الكوليكشن، يرن الكويري يشوف لو في كلاينتس هينفعوا يخش جوه الكويري ده تاني. طيب احنا دلوقتي في سكريبت لذيذ برضو على التك نت اسمه سيت اوف اوبريشنال اس اس ام كوليكشنز باور شيل سكريبت، برضه هعمله بس داونلود وهنوديه على السيرفر. قلت الفايل عندي على سي، دبل كليك عليه كده سوري هفتح باور شيل. از ادمن سي اوبريشنال رن هنا جاب لك الداتا بتاعت السيرفر، وهنا بدأ يكريت لك مجموعة من الكوليكشن بيست عن الكويري بيست كوليكشن، مثلا ويندوز 7 كوليكشن، الويندوز اكس بي، الويندوز سيرفر، اللابتوب. هنشوف الكوليكشن لما يخلص السكريبت ده. تمام، هو كده خلص معايا السكريبت. لو دوست انتر هو كده خلصت رانينج السكريبت. لو فتحت الكونسول هتلاقي الديفايس كوليكشن بتاعتي لسه ما ظهرتش. فيها الكونسول افتحه تاني الديفايس كوليكشن، هتلاقي عندك حاجة اسمها اوبريشنال. لو فتحتها هتلاقي السكريبت اللي احنا رنيناه اتحركت لك الكوليكشنز دي، الكلاينت اول الفيرجن بتاع الكلاينت، اللي عليها ايجنت واللي ما عليهاش ايجنت، اللابتوبس انواعها دي الاتش بي نوفو، الموبايل، ايباد، ايفون،
ويكسوف سيرفيس، الأجهزة اللي عليها الكونسول بتاعت الكونفيجريشن مانجر، الكونفيجريشن مانجر ديستريبيوشن بوينت، السيرفرز لو كانت فيزيكال ولا فيرتشوال، الويندوز سيرفر ماشينز انواعها 2003 ولا 2012، الكلاينت ستيت ديسيبل ولا اكتف ولا ان اكتف، الأجهزة ال 32 والأجهزة ال 64. فالسكريبت ده اللي انا عملته كويس جدا، كريت لك مجموعة من كوليكشن، مجرد دبل كليك ريح عليك هيدك جامد، اللي انت كريت حوالي 68 كوليكشن وفر عليك اللي انت تعملهم، ولو اي كوليكشن انت عاوزها مش موجودة هنا فزي ما وريتك، يا اما هتسيرش على النت هتطلع لك كويري تعمل بيك كوليكشن، يا اما الطريقة السهلة جدا اللي انا بشتغل بيها، اللي انت بتخش في الكرايتيريا بتاعت الكوليكشن ذات نفسها. بتخش على الكرايتيريا بتاعت الكوليكشن ذات نفسها وبتختار بناء على اللي انت عاوزه، مثلا زي ما انا اخترت الانستولد ابلكيشن، ممكن انت تختار مثلا يعني لو اخدنا على الديفايسز هتختار من هنا بي سي ستارت سورس اكسبلورر، انت مثلا عاوز الاجهزه الموري بتاعتها اقل، تعالوا نعملها، تعالوا عاوزين احنا عاوزين الاجهزه الفيزيكال موري بتاعتها اقل من 2 جيجا، فهنيجي هنا نقول له ديفايس كوليكشن نيو ديفايس كوليكشن PCs with more less than 3 gigabytes. Browse all system protocol anything بتاعتنا. هنيجي هنا add rule query rule edit query statement. Criteria new. المرة دي هنختار فيزيكال مومي، هنختار كاباسيتي اوكي، عاوز الميموري الاقل من 3000 از ايكوال تو، لا از ليس ذان، عاملها اقل من 3000 عامل اسمها ايه، از ليس ذان 3 جيجا. يبقى انا دلوقتي اي ميموري اقل من 3 جيجا هحطها في الكوليكشن ديت. اوكي الكويري ده كويري فور ميموري اس ذان 3 جيجا بايت. اوكي نيكست نيكست كلوز ايفالويت جاب لك البي سيز الاقل من 3 جيجا، هما الدي سي واللاب عشان كل واحد منهم عايز 2 جيجا. فزي ما قلت لك انت اي حاجه انت بتفكر فيها مجرد بس لازم تعرف مكانها في الريسورس اكسبلور، تقدر تعمل لها كويري من هنا بمنتهى السهوله. يتبقى لنا اخر حته عشان ابين لكم حته الاكسكلود والانكلود. فلو جينا هنا قلت له كريت ديفايس كوليكشن، الحته دي مفيده في ايه؟ مفيده مثلا لو عندي كوليكشن عليها 32 بت ديفايسز مثلا او 64 بت ديفايسز، وانا عاوز ارمي عليهم ابلكيشن 64 بت، بس الابلكيشن ده عاوز ارميه على كل الديفايسز ما عدا الديفايسز اللي هي الميموري بتاعتها اقل من جيجا. فانا هقدر اقول له مثلا خلينا نجيب هنا ليميت والسيستم وسميها ديت مثلا تست دلوقتي، فانا مثلا هاجي هنا اقول له عاوز انكلود الكوليكشن اللي فيها كل الديفايسز اللي هم 64 بت اوكي، بس عاوز اكسكلود من الكوليكشن ديت اي ديفايس مثلا المفروض تختاره مثلا انت اقل من جيجا، بس انا عشان ما عنديش حاجه كده فخلينا نقول انا عاوز اكسكلود اي ديفايس ويندوز 8، او مثلا الابلكيشن اللي انا برميه بيشتغل على ويندوز 7 او بيشتغل على ويندوز 7 بس ما بيشتغلش على ويندوز 8، انا كده قلت له هات لي كل السيستمز ال 64 بس شيل منهم ويندوز 8 نيكست كلوز. فبالشكل ده وبرده ديت دايناميك رول، يعني كل شويه حسب الكوليكشن ممبر شيب بتاعت الاثنين كوليكشن اللي جوه هيبقى ابديت.
فلو قطعة تيست كده هتلاقوا جواها الدي سي، بحيث ان انا الكوليكشن اللي هي ال 64 بت كان فيها دي سي وكان فيها الويندوز 8، وانا وقتها قلت له لا شيل للناس الويندوز 8 فبقى فيها دي سي بس، وده ريزلت عن دايناميك كويري. يبقى انا كده خلصت الدايناميك كوليكشن. اخر نقطه في حاجه في الكوليكشن، لو انا جيت على الديفايس كوليكشن وقلت له والله انا عاوز ابليك مثلا الديفايس كوليكشن بتاعت الادو بريدر بليك كده، هيقول لي اديليت الممبرز بتوعها ولا ديليت الكوليكشن بس. لو انت ديليت الممبرز بتوعها مثلا، خلينا نقول تيست اون ديليت، لو قلت له ديليت الممبرز بتوعها هتقول له اوكي كده، هتروح على ادفايسز هتلاقي الدي سي 01 حصل له ديليت. بس معنى كده اللي هو الايجنت اللي عليه دلت، لا هو دلت من الداتا بيز او من الفيو بتاع الديفايسز. مع الديسكفري التانية اللي هتنزل هيجي لكم هنا تاني، وهيكون برضه هسايب كود الكلاينت بتاعه اكتف. بس ديت احيانا بنحتاج نعملها، لا في بعض المينتيننس لما بيحصل دوبليكيت ريكوردز عندك في الكونفيجريشن مانجر، بنضطر نعمل حكايه الديليت للكلاينتس ديت كلها ونخليه يعمل ديسكفر تاني ليه. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، مستنيكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.